كأس العالم لكرة القدم هو أهم حدث رياضي هذه الأيام، وتقام بطولة كأس العالم كل أربع سنوات منذ عام 1930، ما عدا بطولتي عام 1942 و1946 اللتين ألغيتا بسبب الحرب العالمية الثانية. يشارك في النظام الحالي للبطولة 32 منتخباً وطنياً، وتقام البطولة هذه السنة في خلال شهرين نوفمبر وديسمبر 2022. فإذا كنت مهتم بمتابعة كأس العالم في هذه السنة وتريد أن تتعلم أسماء الدول المشاركة في هذه البطولة وأشكال أعلامها والنطق الصحيح لها باللغة الإنجليزية، فقد قمنا بتجميع كل هذا من أجلك لتسهيل متابعتك لمباريات الدول التي تشجعها ومتابعة أخبارها في القنوات والمواقع الأجنبية والبحث عن نتائجها بالشكل والحروف الصحيحة. وأسماء الدول المشاركة هي: قطر، قطر، إكوادور، إكوادور، إنجلند، إنجلند، إيران، إيران، سنغال، سنغال، Netherlands, Netherlands, United States of America, United States of America, Wales, Wales, Argentina, Argentina, Saudi Arabia, Saudi Arabia, Denmark, Denmark, Tunisia, Tunisia, Mexico, Mexico, Poland, Poland, France, France, Australia, Australia, Morocco, Morocco, Croatia, Croatia, Germany, Germany, Japan, Japan, Spain, Spain, Costa Rica, Costa Rica, Belgium, Belgium, Canada, Canada, Switzerland, Switzerland, Cameroon, Cameroon, Uruguay, Uruguay, South Korea, South Korea, Portugal, Portugal, Ghana, Ghana, Brazil, Brazil, Serbia, Serbia,